الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نعبد إلا إياه، ولا نستعين إلا به، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هدى الله به إلى الصراط المستقيم، وجعله إمامًا لأهله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجعل آية اتباعه مخالفة أصحاب الجحيم من المغضوب عليهم والضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أرسل رسله بالوحي وأيدهم بالصدق ووعدهم بالنصر، وجعل في التنزيل شرف الذكر وقصم الظلم. قال الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وجعل الله تبارك وتعالى وكتب سبحانه أن وراثة الأرض للصالحين أتباع المرسلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ووصفهم الله تبارك وتعالى فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال الله عز وجل واصفاً أهل التمكين القائمين بدين رب العالمين، فقال عز من قائل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال الله تبارك وتعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. واعلموا عباد الله أن القلم قد جف بما هو كائن، فلو اجتمع الخلق على النفع أو الضر لم يكن إلا ما قدره الله. فاعملوا لله بالشكر واليقين، واعلموا أن في الصبر على ما تكرهون خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ومن أقامه الله في باب من الخير فليلزمه مع الإخلاص والصدق، فإنه يبارك له فيه ويفتح فيه عليه. ومن أصلح قلبه أجابته بالخير أطرافه،
فإذا صح الرأس فما على الجسد من باس. وأتوا من الأقوال والأفعال لغيركم الذي تحبون أن يؤتى به إليكم، وأحبوا لإخوانكم ما تحبون لأنفسكم، وجانبوا السوء وأهله، واستحيوا من الله حق الحياء بأن تحفظوا الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكروا الموت والبلى، وآمنوا بالله واستقيموا على أمره وتوكلوا عليه حق توكله، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يخذلن مسلم مسلما ولا يخذلن مسلم مسلما ولا يسلمنه. ونفسوا عن المكروبين، ويسروا عن المعسرين، واستروا المسلمين يستركم الله يوم الدين، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فطوبى لمن كان من أهل قول القوي العزيز: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وسنة سيد المرسلين وهديه القويم. قد قلت ما سمعتم، وعلى الله قصد السبيل، فهو بكل حق كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، واتقوا الله حيثما كنتم، وأتبعوا السيئات الحسنة تمحها، وخالقوا الناس بخلقٍ حسن. واعلموا أن في الصدِّ عن سبيل الله ضلال الأعمال، وأن في الإيمان بالتنزيل والعمل به صلاح البال، وأن مشيئة الله نافذة حتى يبلغ قدر الله منتهاه. قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منًّا بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم، وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. فاللهم يا ولي الإسلام وأهله، صلِّ على سيدنا محمدٍ وأهل بيته، صاحب الإسراء والمعراج، والشريعة والمنهاج، إمام الأنبياء وسيد الشهداء وصفوة الأتقياء، البشير النذير، الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير. أقسم الله بحياته، وجعل سكن المؤمنين بصلاته، وبشرهم بصفاته وشمائله، وسعدهم بهديه ودلائله،
فاللهم صل عليه صلاة تكون له رضاء ولحقه أداء ولقلوبنا شفاء، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، وسلم عليه تسليما كوثرا كثيرا إلى يوم المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود. اللهم وعن الصديق والفاروق والحيي والرضي، اللهم وعن الزهراء والحسنين، اللهم وعن بقية العشرة وأمهات المؤمنين وأهل بدر وأحد وبيعة الرضوان، اللهم وعن سائر المهاجرين والأنصار والشهداء والطلقاء ومن سعد وهو مؤمن بلحظ من خليلك الأعظم ولو للحظة. اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأنجِ المُستضعَفين، اللهم نجِّ المُستضعَفين من المُؤمنين والعن الكافرين، اللهم انصُر المُرابِطين، ونجِّ المُستضعَفين، واشفِ المرضى، وأبرِئ الجرحى، اللهم وأبرِئ الجرحى، وفُكَّ الأسرى، وتقبَّل الشُّهداء في بيت المقدِس وأكنافِه، وانصُر الإسلام وأهلَه، وأعلِ شانَه، وأيِّد بُرهانَه في كل مكان يا قوي يا علي يا عزيز يا قهار، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، كل أهل فلسطين مؤيدا وظهيرا ونصيرا. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ومكنهم من عدونا يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالصهاينة والكفرة والملاحدة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق يا رب. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن أوطان المسلمين، اللهم آمن أوطان المسلمين، واعمرها بالإسلام والسنة واليقين، وأصلح ذات بينهم، واجمع أهل الحق على كلمة الحق يا رب العالمين، واجعلهم يدًا على من سواهم، واستعملهم في طاعتك، وأقمهم على ملتك، وأيد بالحق إمامنا، وألهمه رشده، وأصلح بطانته، وانصر به الإسلام وأهله، واجعله مفتاحًا لكل خير، مغلاقًا لكل شر. اللهم وولي عهده وأعوانهم على الخير يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.